مع حضراتكم مباشرة إلى العاصمة البلجيكية، عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، لنتابع كلمة مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد فيدريكا موغريني أمام قمة الاتحاد الأوروبي لدعم دول مجموعة الساحل الخمس. نتابع مشتركة، وقد تحدثت عن الدعم المالي والإسهامات التي نخطط من أجل تقديمها، ليس فقط من أجل التعاون المالي، ولكن هذا المركز لا يقدم فقط عملية التمويل ولكن يسمح أيضا بالمانحين وأيضا بتقديم كل المساعدات الأساسية. وهناك حاجة أخرى وكبيرة من الاحتياجات من أجل دعم القوة المشتركة، وثم نقوم بعملية التنسيق الكامل ما بين الاحتياجات وتحديد ذلك من خلال القوة المشتركة ومن خلال القدرات الدعم المتاحة من جانب الدول المانحة. هناك أكثر من 46 طلب تم تقديمه يتعلق بعمليات التعاون، ومن الأهمية بمكان أن نتحدث عن حجم التعاون والتنسيق من أجل دعم القوة المشتركة ومن أجل رفع مستوى التعاون والإسهامات ما بين الدول المانحة خاصة وأيضا مع دول مجموعة الخمسة. هذه نقطة في غاية الأهمية، ويجب أن نحقق ونحدد كل العمليات المطلوبة في هذا الشأن وكل التحديات. نحن نأتي هنا اليوم لنساهم في هذه النتائج الهامة التي توصلنا إليها اليوم. شكرا جزيلا.